هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه سيد مضر. الحقيقة فكرة المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، كيف يعيشون تحت نار ولهيب هذه الميليشيات؟ نعم، حقيقة هذه المناطق هي مناطق سنية 100%. هذه المناطق تتواجد فيها عشائر عربية وعشائر عربية كبرى، وتم اختراق هذه العشائر من خلال الترغيب والترهيب، من خلال وجودهم كأمر واقع في هذه المنطقة. وجود هذه الميليشيات جعل السكان، هناك الكثير من السكان غادروا هذه المناطق، غادروها باتجاه دمشق أو باتجاه حمص أو باتجاه الشمال السوري المحرر، رأس العين وتل أبيض وعزاز والباب وعفرين أو إلى إدلب، وكذلك إلى المناطق المسيطر عليها من قبل ميليشيات قسد البيدي الإرهابية. نعم سيد مضر حمد الأسعد، ربما انقطع الاتصال مع سيد الأسعد رئيس الرابطة السورية لشؤون اللاجئين والنازحين. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا في إطار الحديث عن الاستيطان الإيراني في سوريا، هذا المشروع الكبير لدولة الملالي، دولة ولاية الفقيه في سوريا، والتي تسيطر على الأراضي السورية كما تابعنا مع السيد مضر حمد الأسعد، وتبسط السيطرة بميليشياتها على طول الأراضي السورية وعرضها بهذه الطريقة التي تابعنا فيها السيد مضر حمد الأسعد. الميليشيات الإيرانية دخلت إلى هذه المناطق بالحديد والنار، دخلت بالقتل والذبح للسكان المدنيين، واستطاعت أن تهجرهم من هذه المناطق، ومن استطاع أن يجلس فهو الآن تحت هذا الحكم الجبري، هذا الحكم الغاشم لميليشيات إيران التي تستهدف أهل السنة بشكل مباشر بكل الجرائم التي نتخيلها والتي لا نتخيلها. والحقيقة أعتقد من أبرز الجرائم التي تقوم بها إيران على الأراضي السورية، ذات سوريا ذات أغلبية عظمى سنية، تقوم إيران بربما اللعب على حبل التغيير الديمغرافي من جهة، وكذلك اللعب في الهوية الإسلامية السنية لمن يسكنون الأراضي السورية ممن لم يهجروا أو ينزحوا إلى مناطق أخرى، فتقيم الحسينيات وتقيم المدارس، توظف فيها موظفين من ميليشياتها من الحشد الشعبي، تقوم بهذا لضرب الهوية الإسلامية لسوريا، الهوية الإسلامية السورية.